فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول خرج داعية في إحدى خطبه يقول إن الملائكة نزلت في سوريا وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك، فما هو تعليق سماحتكم؟ نعم. يقول حفظكم الله أن داعية يقول في إحدى خطبه إن الملائكة نزلت في سوريا، ما شاء الله، نعم، وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك. أخذت خرجت مقاطع فيديو للملائكة، خرجت نعم مقاطع فيديو إيش للملائكة في سوريا، يعني يصورونهم، ما شاء الله. يمكن شياطين جو قالوا ذولا ملائكة. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، عند نزول المطر أهل سوريا فيهم خير إن شاء الله وفيهم صلاح، وهم مظلومون بلا شك ومعتدا عليهم، لكن نزول الملائكة ما حصل إلا للرسل، مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد ينزلون مع المؤمنين الصادقين لكنهم لا يرون، من اللي يراهم يقول نزلت الملائكة؟ ما حد يراهم.